آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم وصل من لهم ثلاثة باب ما قرأنا وخاذي أدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة رواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة زواجه الطاهرات مهات المؤمنين وإلى حضرة سائر صحابة كلهم مجمعين اللهم بيقهم أبجاه بقربهم لديك سر سيرنا سيل مورنا قبها بائجنا بعد دينا وانصرنا على عدائنا يا خير الناصرين اللهم يسر لنا أمورنا مهرات لقلوبنا وبدائنا سلامة العافية في ديننا دنيانا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا في جميع أمورنا وقنا وصرف عنا شر ما قضيت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح حال اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم مغفرتك أوصوا من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين ورد القدس إلى أهله يا خير الناصرين ورد القدس إلى أهله يا خير الناصرين ورد القدس إلى أهله يا خير الناصرين اللهم أيدهم برحمتك يا رحمن اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم احفظ المسجد الاقصى يا رب العالمين اللهم احفظ المسجد الاقصى يا رب العالمين اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة بحولك وقوتك يا رب العالمين اللهم اغفر لشهداء فلسطين اللهم مغفر لشهداء فلسطين اللهم افرش لشهداء فلسطين وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وادخلهم فسيخ جناتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ربنا آتنا في الدنيا حسنا. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون